مشاهدينا إنما كنتم أهلا بكم إلى متابعة نشرتنا الإخبارية وهذه عناوينها. قفصة شلل في عجلة إنتاج الفوسفات بمعمل المضيلة ومطالب بتحسين ظروف السلامة المهنية. استعدادا لشهر الصيام تكثيف لحملات المراقبة لضرب الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وافتتاح معرض تاريخ التلفزة التونسية في عيدها 50 وقفة للتأمل والتقييم. الانطلاقة في نشرتنا اليوم تكون من ملف الفوسفات، فتوفير شروط السلامة المهنية والحد من انعكاسات الانبعاثات الغازية مطالب نادى بها عملة معمل المضيلة واحد من مجمع الكيميائية التونسي بقفصة، احتجاجات أثرت على سير إنتاج الفوسفات. تعطل الإنتاج بمعمل المضيلة واحد التابع للمجمع الكيميائي التونسي على إثر احتجاجات ينفذها العملاء المطالبين بتوفير شروط السلامة المهنية والحد من تأثيرات الانبعاثات الغازية على صحتهم. نطلب من إدارة طب الشغل والصندوق الوطني للتأمين على المرض بالزيارة للمعمل داخل الوحدة في المضيلة لرصد الإخلالات الموجودة على مستوى الصحة والسلامة المهنية للمراقب الكيميائي. ندعو اليوم في الوقفة هذه أن يتم إنشاء وحدة سيكوريز عاجله في وسط المعمل لهنا مختصه في الحرائق وتوفير الامكانيات اللازمه لهذا الشيء، انشاء مستشفى متعدده الاختصاصات بما فيه وحده للحرائق كما موجوده في سبيطار تاع بنعروس. اداره المجمع الكيميائي التونسي بولايه قفصه اكدت سعيها للنظر في مطالب العملاء مع سلطه الاشراف. وتصنيف المجمع الكيميائي التونسي ضمن شركات ذات الاعمال الخطره والمضنيه، والملف هذايا معنا زاد كذلك بصدد الدراسة. حوادث الشغل زاد كيف احنا باش نحاولوا نعملوا يعني تسوية تاع اسناد المنحة حوادث الشغل. وللحد من التلوث الناجم عن نشاط وحدات معمل المضيلة انطلق المجمع في تنفيذ برنامج شامل للتأهيل البيئي. هو برنامج يخص المجمع الكيميائي التونسي بصفة عامة. احنا البرنامج نتاعنا في جابس كمجمع كيميائي تونسي اخيرا معناتها وقع يعني امضاء عقد مع شركه ماكس معناتها لهذه الامتصاص المضاعف لوحدة الحامض الكبريتي. عندنا مشروع اخر زاد هو مع الصخيره وصفاقس والمذيله. مطالب حارقة لعملة المجمع الكيميائي التونسي بالمضيلة يقابلها شلل في دورة الإنتاج منذ يومين، وضع اجتماعي متوتر فرضته المخاطر المهددة لصحة العمال وسلامتهم. ومع الاحتجاجات دائما ولكن في مدنين، حيث نفذ اليوم أهالي حسي عمر والدرغولية والسويتير وحسي مدنين إضرابا عاما بالجهة احتجاجا على التقسيم الجديد للبلديات واعتبروه تقسيما ظالما. مؤسسات تربوية أغلقت أبوابها أمام تلاميذها إضافة للمحلات التجارية وعدد من الإدارات العمومية المتوفرة في 4 عمادات من مدينة مدنين، نفذ سكانها إضرابا عاما رفضا منهم لقرار التقسيم الجديد للبلديات وانضمامهم إلى بلدية بغرارة من ولاية مدنين، مطالبين بإحداث بلدية بحس عمر. مناش ضد إعطاء البلدية البغرارة، لكن الأسباب اللي وقع طال بلدية البغرارة هو إدراج عمادات حس عمر والدرغولي والسويتير وحسي مدنين. هذا يتجني يتسمى وقع معنا إحداث بلدية جديدة في بغرارة. إحنا حس عمر هذية من عشرات السنين إحنا نطلب بها البلدية هذية. سكان هذه العمادات الأربع وهي حس عمر وحسي مدنين والدرغولية والسويتير استنكروا كذلك عدم تشريكهم في اتخاذ قرار التقسيم البلدي الجديد، مطالبين السلة المعنية التدخل لإبطال هذا القرار. وهذا التقسيم هو معناه لا يطابق اللا مركزية الذين هم ينادون بها ويريدون تركيزها. بالنسبة للتقسيم هذا هو تقسيم سياسي، وإحنا منين نوجه رسالة لرئاسات الثلاث أنهم يتدخلوا في هذه العملية. السلة الجهوية بمدنين تحاورت مع ممثلي هذه المناطق وطرحت الإشكال على وزارة الشؤون المحلية، لكن يبقى القرار على مستوى المركز حسب والي مدنين. هو أولا ما فماش إضراب عام في حاسي عمر،
فما احتجاج. والبلديات ماهيش فقط جغرافيا ونسيج اجتماعي، البلديات الجديدة خاصة والبلديات بصفة عامة راهي أيضا موارد، وأساسا موارد، لأنه إذا كان في كل بقعة نعمل بلدية بعد نقعد نتفرجوا فيها البلدية ما يلزمها معدات، يلزمها جرايات نتاع الموظفين، يلزمها موارد. وفي صورة عدم التدخل لإبطال هذا القرار، أكد سكان هذه المناطق أنهم سيصعدون احتجاجاتهم وسيدافعون عن حقهم بكل أشكال الدفاع المشروعة حسب قولهم. أمنيا، تداول اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي التأم اليوم بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في تقييم الوضع الأمني بالبلاد وخاصة فيما يتعلق بالوضع على الحدود. وأكد وزير الدفاع الوطني فرحات حرشاني في تصريح إعلامي حرص المجلس على مواصلة دعم المؤسسة العسكرية بمعدات حديثة وتعميق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة في مجالي الاستعلامات ومراقبة الحدود. كما تطرق المجلس الأعلى إلى تحسين الظروف المعيشية للعسكريين وتصنيع العسكري وآخر التحضيرات لإحياء ذكرى 60 لانبعاث الجيش الوطني. في موضوع تهريب، فدى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بالأحسن الوسلاتي أن أحد المهربين أصيب صباح اليوم بطلق ناري على مستوى رجله بالمنطقة العسكرية العازلة بتطاوين على بعد 16 كيلومترا من منطقة ذهيبة، نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة. وأضاف المقدم الوسلاتي أن دورية عسكرية مشتركة عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة رصدت سيارتي تهريب فقامت بإطلاق عيارات نارية لإجبارهما على التوقف، مما أسفر عن إصابة سائق السيارة الأول على مستوى رجله بعد أن رفض الامتثال لإشارة التوقف. كما تمكنت فرقة الحدود البرية التابعة لوحدات الحرس الوطني بمطمطة من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من الألعاب النارية أو ما يعرف بالفوشيكا. وقد تم نصب كمين على إثر ورود معلومة تفيد باعتزام أشخاص تهريب كمية من الألعاب النارية. في الليلة الفاصلة بين 29 و30 ماي وردت علينا معلومة مفيدها اعتزام مهرب نقل كمية من الألعاب النارية عبر أحد المسالك الفلاحية الوعرة بمطمطة. تم وللغرض نصب كمين بالمسلك المذكور وإجبار السيارة على الوقوف ليتبين أنها تحمل لوحة منجمية غير مطابقة لرقم الهيكل، كما أنها محملة ببضاعة تتمثل في 3700 قطعة من الشماريخ أي الألعاب النارية. قدرت القيمة الجملية للمحجوز ب 470 ألف دينار. تم مراقبة هذه المسالك مع الدوريات الفجائية، كما نعمل أيضا على العمليات الاستباقية واستقاء المعلومة في خصوص تحركات المهربين. في موضوع آخر، وحرصا على تدعيم الحريات ومناهضة التعذيب، جددت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبالاشتراك مع الفرح الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد، جددت الدعوة إلى ضرورة حضور محامي المتهم طيلة فترة الاحتفاظ تفاديا لممارسات قد تنتهك حرمة الإنسان. جريمة التعذيب إن وقعت على الموقوفين أثناء الاحتفاظ تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. محمد الناصر علوي مواطن من سيدي بوزيد يؤكد أنه مر بمثل هذه التجربة المريرة منذ سنوات. تعرضت للتعذيب من طرف وحدات الدخل الحرس الوطني بسيدي بوزيد. نوع التعذيب شنو؟ على إثر مداهمة ليلية. نوع التعذيب كان وحشي، وتعرضت للضرب على العين بالغاز بالبونية بالعصي، عصي زيتين، وقتها ما عندهمش مطرق يضربوا فيه بعصي الزيتون. وطبعا رئيس المركز هنا اللي تسطر على هذه الجريمة وقع توجيه تهمة ليه كيدي اللي هي تهمة الاعتداء على موظف. أهمية حضور محامي المتهم أثناء فترة الاحتفاظ مثلت محور ندوة علمية نظمتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد. وحضور المحامي باش يكون دوره هام جدا، ذلك أنه باش يحقق من التقليص ومن الحط من ظاهرة التعذيب التي تتفشى يوما بعد يوم.
هذا القانون أولا لابد أن نشير إلى أنه لبنة هامة وهامة جدا في إطار تدعيم الحريات والحقوق للمواطنين. هو قانون مهم لأن المحامي يمكن له الحضور عند التحقيق مع المتهم، وبذلك تجرى التحقيقات وفق ما يضمنه القانون دون تجاوزات أو تعذيب. رغم تفاؤل المحامين بالقانون عدد 5 الذي يضمن لهم الحضور مع المتهم أثناء فترة الاحتفاظ، إلا أن هذا القانون ما زالت تشوبه بعض النقائص وفق رجال القانون. المطلوب هو السعي من طرف سلطة الإشراف إلى إيجاد الآليات الملائمة والهامة، يعني المسألة ما هيش هكذا قانون سيصبح محل تطبيق بدون أن تتوفر له المعطيات الضرورية. بالنسبة للقانون الجديد عدد 5 فيه برشة معنا ثغرات في خص القانون في تطبيقه من ناحية التهيئة، ما حيوناش معناها في التكوين، في المقرات للبحث، في حضور المحامين، مكاتب، كاميرا معناها للمراقبة، ثم برشة نقائص. وجدير بالذكر أن التنقيحات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية ستدخل غدا حيز التنفيذ. وفي سياق متصل وابتداء من يوم غد ينطلق العمل بأحكام القانون الجديد المتعلق بترتيب وإجراءات الإيقاف قبل إحالة المتهم على القضاء. هذا القانون مثل محور يوم دراسي حضره أمنيون وخبراء وقضاة لمزيد تقييمه وإبراز ثغرته. قبل البدء في تنفيذ أحكام وترتيب القانون الجديد المتعلق بإجراءات الإيقاف قبل الإحالة إلى القضاء، يوم دراسي نظمته النقابتان الجهويتان للحرس الوطني بمدنين وتطاوين بحضور عدد من الأمنيين والخبراء في القانون والقضاء. يوم دراسي بخصوص القانون عدد 5 لسنة 2016 اللي ربما بعد 12 ساعة يدخل حيز التنفيذ 1 جوان الساعة 0. القانون هذا يرد فيه عديد الصعوبات، عديد الثغرات، عديد الإشكاليات على مستوى الإجراءات. ولو أنه جاء داعما لحقوق الإنسان وحريات الأشخاص، لأنه طرح العديد من الإشكاليات خاصة على المستوى التطبيقي. في هذا الملتقى الدراسي طرح لمعوقات مادية لتنفيذ ما جاء في القانون الجديد على الوجه المطلوب من الناحية الأمنية ومن رأي القضاء وأسرة الدفاع. التقليص من مدة الاحتفاظ هو فهمت الله أن باش نوصلوا للمستوى أبحاث ضئيلة وضئيلة جدا، باش نوصلوا في صراع مع الزمن، مع في ظل معنا إعلام النيابة العمومية ومع ترك أثر كتابي. القانون هذا سابق بشكل كبير ياسر لواقعنا، باش نحاول نتعامل معه بكل رفق لضمان حقوق الناس، ضمان مفهوم العدالة في مفهومها الشامل، وكذلك ضمان حقوق الإنسان. إشكاليات خاصة من ناحية تطبيقية، من ناحية العملية، من ناحية توفير المستلزمات لتنفيذ هذا القانون. ويبقى مع ذلك هذا القانون بحسب الأمنيين والحقوقيين والمختصين من قضاة ومحامين يبقى رائدا في المنطقة العربية والإفريقية رغم ما يحمله من ثغرات إجرائية. استعدادا لشهر رمضان، تركز اهتمام وزارة التجارة ومختلف الأطراف المتدخلة على ضمان حسن تزود الأسواق بالمنتوجات والسلع لتستجيب لطلبات المستهلك. هذه المسألة إلى جانب نقاط أخرى كانت محور ندوة صحفية عقد وزير التجارة للإعلان عن أبرز التحضيرات قبل شهر الصيام. أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، شهر رمضان الذي يشهد نسق الاستهلاك فيه ارتفاعا ملحوظا، تزويد الأسواق بالسلع والمنتوجات مع مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن عبر التحكم في الأسعار كانت أبرز النقاط التي طرحها وزير التجارة محسن حسن خلال ندوة صحفية. دورنا اليومي على مستوى وزارة التجارة التحكم في الأسعار من خلال توفير العرض، من خلال توفير المراقبة الاقتصادية، يعني التوجه لمؤشر العام للأسعار هو نحو مزيد الانخفاض. فما اتفاقات تمت مع أصحاب المساحات التجارية الكبرى على القيام بتخفيضات تم شهر رمضان لعديد المنتجات، يعني البيض المعلب، المياه المعدنية، المصبرات. في نقاط البيع من منتج المستهلك الأسعار ستكون فعلا من منتج المستهلك. ما يقارب 10,000 طن من لحم الدجاج وأكثر من 100 مليون بيضة مخزونات تعديلية وفرتها وزارة التجارة بالتنسيق مع مختلف الأطراف تحسبا لتزايد الطلب. لا
لدينا ما يكفينا من كل المنتجات الأساسية، وقمنا بالتخزينات الضرورية. ودعوة مرة أخرى نقولها للشعب التونسي، يعني كل شيء موجود ولا خوف من التزويد. تكثيف المراقبة الاقتصادية وضمان نجاعة عمل الفرق لمحاربة الاحتكار استوجب وضع خطة متكاملة أعلن عنها وزير التجارة. أيضا الاتفاق على تكوين قاعة عمليات حتى تساعد على التنسيق بين مختلف فرق المراقبة الاقتصادية، والتنسيق مع المراقبة الصحية والسلطات الأمنية اللازمة الأمر. سوق تسخر بالمنتوجات والسلع وأسعار غير ملتهبة، هو كل ما يريده المواطن في شهر غالبا ما يكثر فيه الاحتكار والغش. وقبل أيام من شهر رمضان تشهد الأسواق في مدينة صفاقس حركية مكثفة من قبل المواطنين قصد التزود بكل ما يحتاجونه. قبل أيام من شهر رمضان يتغير إيقاع الحياة في أسواق مدينة صفاقس، بيع وشراء واستعدادات خاصة لشهر الصيام. نأخذ البزارات ونأخذ معناها بزيت زيت وشربة، ونقضي الأول نأخذ الحم، نأخذ الحوت، نأخذ القرنيت، نأخذ الشويبي. والأسعار؟ أسعار والله شوية شحطة، غالية شوية الأسعار، بالأخص الحم 22 دينار الكيلو، العلوش الزويلي ما يقدرش عليه. والله كل شيء متوفر الحمد لله، والتو معنا فمش اقبال كبير ياسر على السلعة، فمشي فمش لهفة؟ لا فمش لهفة الحمد لله، كل شيء موجود، كل شيء مريق الحمد لله. ما شاء الله معناتها كل شيء متوفر. البطاطا هي اللي معناتها تكون الأساس تاع القفة تاع المواطن، فهمت؟ موجودة متوفرة. تزويد الأسواق بكل ما يحتاجه المواطن من منتجات والمراقبة هي هاجس الجميع طوال شهر رمضان. احنا باش ننطلقوا من المخزونات التعديلية بالإضافة للإنتاج اليومي للجهة وللجهات المجاورة. التوقعات باش تكون معناها تزويد معناها المواد الكل مش تكون متوفرة بشكل كافي وبأسعار معقولة. عملنا باش نوفر كل شيء بما فيهم مادة الزيت النباتي المدعم. نسأل على أن السوق يبقى متزود، وكل ما نلاحظوا نقص في منطقة تم التدخل نتاع الإدارة ونزودوها. ويبقى سلوك المستهلك طوال شهر رمضان هو العامل الأساس في مسألة التحكم في الأسعار، وذلك بالابتعاد عن اللهفة وترشيد الاستهلاك. الناس كل عندها هيك شوية لهفة، جوست النهار الأول نتاع سيدي رمضان يوفى كل شيء. باش نركزوا على الأسعار، باش نركزوا على شكايات المواطنين اللي هما ينجموا يتصلوا بينا كالعادة على الرقم 80 100 191. احنا على ذمتهم. أكثر حاجة نأكدوا عليها هي معناها وعي المواطن. يؤكد أغلب المواطنين أن سعر بعض المنتجات ما زال مرتفعا قبل أيام معدودات من شهر رمضان في مقابل وفرة للإنتاج قد تبعث أملا لدى الجميع باستقرار الأسعار. إلى الملف التربوي الآن، وإلى الامتحانات الوطنية التي يتجه نحوها اهتمام جل العائلات التونسية. فقد مثل تدعيم منظومة المراقبة داخل الإدارة العامة للامتحانات بأجهزة الكاميرا والربط مباشرة بقاعة العمليات بوزارة الداخلية بواسطة خط هاتفي خاص، مثل أحد أبرز الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية على المستوى اللوجستي من أجل تحصين الامتحانات الوطنية لدورة 16 بين البكالوريا وشهادة ختم تعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام ومناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية سيزيام، وفق ما أعلنه اليوم مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، الذي أضاف خلال ندوة صحفية حول الامتحانات الوطنية والإصلاح التربوي. أضاف أنه تم تركيز أجهزة مراقبة بمراكز التجميع والتوزيع لامتحان البكالوريا وربطها بقاعة المراقبة المركزية المحدثة بمقر الإدارة العامة الامتحانات، فضلا عن تركيز أجهزة التشويش على الذبذبات بمراكز الامتحانات واقتناء تجهيزات جديدة للتصدي للغش الإلكتروني والتقليص من عدد المترشحين بالقاعة الواحدة. ندوة فكرية بالقيروان حول برنامج التنظيم العائلي والتحولات الديموغرافية بعد الاستقلال بمناسبة مرور 50 سنة على إطلاق البرنامج الوطني للتنظيم العائلي والصحة الإنجابية بتونس.
50 سنة مرت على انطلاق البرنامج الوطني للتنظيم العائلي والصحة الإنجابية في تونس. بهذه المناسبة احتفل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وذلك بمدينة القيروان. نعرف البرنامج نجح على مستوى وطني، أعطاه مؤشرات كبيرة برشا، لكن معنا تبقى فوارق كبيرة بين الجهات، واليوم أنا حطينا خمسة ولايات مع بعضهم باش نشوفوا كذلك الفرق مثلا بين الوسط الغربي والوسط الشرقي. حفل الافتتاح كان أيضا فرصة لتقييم البرنامج ولضبط تصورات مستقبلية. كبرنامج ما وصلناش النتائج اللي نتأملوا لها، مازلنا فوق 40% ألف حالة ولادة حية جديدة، هذوما احنا في القروان 44. ارتفاع معامل الحياة لدى المرأة التونسية، وهذا معناتها حاجة مهمة جدا، ولو أنه مازلنا فما تفاوت بين الجهات. دن وفيات الأمهات والرضع، تدني بعض الخدمات المتعلقة بخدمات في مجال الصحة بشكل عام والصحة الإنجابية. ما حققنا نتائج، احنا ما نقولوش ما وصلناش، لكن فما يعني مشاكل. احنا الخدمة متاعنا إيكيب تأخذ قابلة وفرملية في المستوصف، وانا كمرشد وشوفير ننتقلوا على عين المكان للتجمعات السكنية، نتلقاو بالمرأة في دارها، نحكيوا معها، نقوموا بالتثقيف متاعها. فما تجاوب به يعني في النهاية يعني معقول. رغم ما حققه البرنامج الوطني للتنظيم العائلي والصحة الإنجابية من مكاسب، فإن الكثير من النقاط لا زالت عالقة وتنتظر مجهودات إضافية حسب أهل القطاع. في المجال الإعلامي وفي مثل هذا اليوم من سنة 1966 استقبل تونسيون أولى ترددات التلفزة التونسية عبر تقنيات تقليدية وكفاءات إعلامية. حضرت اليوم صورها بمناسبة الاحتفال بخمسينية التلفزة التونسية في افتتاح معرض تاريخ التلفزة التونسية، لتنقلنا عبر الزمن إلى أبرز محطاتها الإعلامية وبدايات التلفزة التونسية في الستينات. وقد أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي أشرف على افتتاح هذا المعرض أهمية التلفزة التونسية في بناء المشهد الإعلامي بين الماضي والحاضر. كانت ياسر حلوة، تجربة ياسر حلوة، عمل كان يلم عائلة كاملة. نحيي كل زملاء وزميلات والمسؤولين الكل اللي ساهموا في إنجاز هذا المشروع الكبير اللي هو التلفزة التونسية. والشباب والجيل الجديد نقول لهم العمل والعمل والنجاح. شوية زيادة في الإخلاص للمؤسسة وزيادة الشعور بالمسؤولية متاعكم، رأوا دوركم سواء كان اللي يقدموا الأخبار ولا الفنيين ولا اللي يعملوا المنوعات، دور كبير ياسر في تربية الشعب. طبعا ثم تطور كبير ودور منها لعبته التلفزة التونسية في تثقيف التوانسة بصفة عامة، وطبعا منها بعد الثورة الدور متاعها تطور منها، ومرفق عمومي عنده دور أساسي وهام جدا بالنسبة لتثقيف وإعلام المواطن التونسي. إحياء للذكرى هذه، أنه المعرض هذا مش يكون دائم في التلفزة التونسية، واعترافا بالجميل لكل من عامل في التلفزة التونسية وأرسى فيها لبنة من لبناتها، أنه مش يكون مرحب به في تلفزته الأم في داره، وهذا إن شاء الله مش يتمتع زاد كل القدماء في التلفزة التونسية بمقر لائق يليق بهم، يتفضلوا بحدانا وقت اللي يحبوا، فهمتني، يفيدونا بآرائهم، يفيدونا بأفكارهم، تلاقح أجيال. وبالمناسبة أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في كلمة دونها بالسجل الذهبي للتلفزة التونسية أن هذه المؤسسة ولدت وطنية وستظل وستبقى حرة ومسؤولة وملتزمة بأخلاقيات المهنة وبحق الشعب التونسي في إعلام حرفي ونزيه وموضوعي بفضل الديمقراطية التي تنعم بها البلاد. وتوجه رئيس الجمهورية في كلمته إلى أبناء مؤسسة التلفزة التونسية بقوله: أنتم صوت تونس وصورة ومرآتها، فلتكون الأصدق والأفضل والأجمل. كما ذكر بأن أول بث تلفزي جرى يوم 15 من ديسمبر 1963 أي قبل ميلاد هذه المؤسسة العريقة ب3 سنوات، وذلك بمناسبة الاحتفال بجلاء القوات الاستعمارية عن بنزرت.
وفي ذكرى الخمسين لإنشاء مؤسسة التلفزة التونسية أصدر البريد التونسي اليوم طابعا بريديا جديدا احتفالا بهذه الذكرى، ويمثل الطابع رسما للمبنى الحالي للمؤسسة ذاتها. وتعد التلفزة التونسية جزءا من الذاكرة الوطنية بفضل مواكبتها لعديد الأحداث التي عاشتها البلاد، نقلها في البداية صورا بالأبيض والأسود لتنتقل إلى الصورة بالألوان الطبيعية، كما اعتمدت البث الهرتزي التناظري الأرضي لتدخل بعد ذلك مرحلة البث الرقمي. إلى موضوع آخر، وبعد سنة من مرور حادثة وفاة الطفل الفرنسي ماثيو إثر سقوطه من أحدى السيارات السياحية بصحراء الجنوب التونسي، عاد والداه إلى مكان الحادثة وقاما بحفر بئر لإطفاء الظمأ، أطلق عليه اسم بئر ماثيو. تحمل إكليلا من الزهور إلى أميرها الصغير أمير الصحراء ماثيو، ورغم لوعة الفراق لا تزال ماريا الأم الملتعة تتذكر لحظة وفاة ابنها في هذا المكان، عندما سقط من أحد الدراجات السياحية ليفارق الحياة على عين المكان. عائلة ماثيو أصرت على إعادة الحياة إلى هذه الصحراء بحفر بئر لتروي ظمأ قاصديها. عندما احتضنته لآخر مرة بين ذراعي وعدته بأنه لن ينسى، وفكرت في إنجاز شيء يرجع بالفائدة على هذا البلد الذي أحبه كثيرا، هكذا كانت الفكرة في حفر بئر، لأن الماء هو عنوان الحياة ورمزيا أردت أن تكون هذه البئر تخليدا لروحه. بعد هذه الحادثة تمكننا من تجاوز الأزمة، ووجدنا كل تعاون من قبل العديد من الأصدقاء والشركات الفرنسية في حفر هذا البئر، وأشكر أيضا السلطات التونسية للتعاون معنا. حادثة رغم ما خلفته من آلام وأحزان إلا أنها كشفت مدى تعلق السائح الأجنبي بصحرائنا التونسية. فرحنا ياسر بالبير هذا معناها، وماه باهي طيب معناها، نقول إحنا ما يرد على الزايلة، والناس فرحت ياسر بال، وعندنا غنام واحد وبدو اللي ما عادوش ينجموا يعيشوا في الصحراء من نقص الماء على خاطر نقص مطر، والحمد لله اليوم على خاطر احنا اللي بل نهملها نسيبها في الصحراء في فترة الصيف، والحمد لله تو بدات عندها نقطة ماء جي تشرب فيها. واحد محبة السائح للصحراء بتاع تونس والأرض تونس هو اللي خلاه يجي ويعاود يجي. تحدي عائلة ماثيو للوعة الفراق لابنهم الوحيد لم يثنيهم على بعث رسائل إيجابية عنوانها الحياة هي حب وسلام وتحابب وتآخي، ومن عمق صحراء إيدوز يكتب السلام والتواصل. وفي الختام نذكركم مشاهدين بعناوين نشرتنا: قفصة شلل في عجلة إنتاج الفوسفات بمعمل مضيلة ومطالب بتحسين ظروف السلامة المهنية. استعدادا لشهر الصيام تكثيف لحملات المراقبة لضرب الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وافتتاح معرض تاريخ التلفزة التونسية في عيدها الخمسين وقفة للتأمل والتقييم. نشكر متابعتكم وفي أمان الله.